أحسن الله إليكم. يسأل هذا أبو بكر، يقول ما رأي الشيخ في كتاب تفسير الجلالين، وما أفضل كتب التفسير في قراءتها؟ كتاب الجلالين تفسير مختصر ومفيد، ولكن فيه تأويل للصفات، يؤخذ عليه أن فيه تأويل للصفات على مذهب الأشاعرة. طالب العلم يستفيد مما فيه ويترك يتجنب تأويل الصفات، وقد قرر على المعاهد العلمية ودرسناه، ولشيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله حاشية على ما قرر منه في المعاهد العلمية، وهي مطبوعة. نعم.